ما تركت حارة ولا زاوية باسطنبول إلا وعلمت عليهم، والكل صار يحسب لي حساب. بدو يجي صفا ولا كوزوفي، إذا بتقطع راسي مدي الحاك على آخر الدنيا. معلم بنخلص عليه بس يوصل. معلم اجت سيارته. نرمين فرح تفضلي خليكي ما تزعجي حالك. كان بطني عم يوجعني. هذا طبيعي حبيبتي، انتي عملتي قيصرية والله مو قليلة. المهم ما تزعلي، اللي شفتيه ما كان سهل. صبري، كنتي بدك الولد بعرف. بتعرفي وين ايمن؟ ما بعرف، يمكن بجنانة. لهلأ متزعلين؟ ما عم بقدر اشرح له. أنا رحت لعند عمار حتى يخلص هالخناق، حتى يصير كل شي طبيعي، بس أيمن ما فهم. والله بعرف بعرف، ما تزعلي حالك كل هالقد. خلي يصير عرسكم بالأول وكل شي بيصير عادي. وهي مشكلة تانية طبعا، يعني أهلك عرفوا؟ بيردوا مع الأيام، صار اللي صار. إيه رح أطلع وأتركك ترتاحي. لوين؟ كنا عم نحكي، أنا برتاح بعدين. أنا بدي أطلع، عندي مشوار. لوين؟ أنا بدي روح شوف واحد من رفقاتي، بدي غير جو. فرح؟ مكياجك، مكياجك حلو، يعني طالع أحلى من كل مرة، غير شكل، بتجنني. ابني شو هالحالة معك؟ كله مشان المشكلة بينك وبين أبوك مو هيك؟ بس أبوك معه حق، زعل منك كتير. لكان بدكن تعملوا العرس بدون علمنا؟ لو مخبركن شو كان صار يعني؟ اللي بيسمعك بيقول إنه رح ترضوا. لازم تفهم كم مصيبة صارت بالفترة الأخيرة، انت كمان حاول تفهمنا شوي. نحنا مو مجانين، إذا كنا رافضين نرمين معناها في سبب يا ابني. وشو هالسبب؟ مصلحتك، عم نعمل معك منيح يا ابني. معقولة يا أيمن نكون ما منرد لك الخير؟ في أم وأب هيك؟ هلا بنظركم منع زواجي من البنت اللي بحبها صار خير؟ شو الشر لكان؟ يا الله، لأنه ما رح تكون سعيد مع هالبنت يا ابني. بالعكس يا أمي، إذا عملتوا معي هذا اللي عم تسموه خير رح كون تعيس لآخر حياتي. أنا مستحيل كون سعيد مع وحدة تانية غير نرمين. أنا مالي مصدقة إنه هالبنت بتحبك. تعرف شو رأيي؟ كانت بدها تتجوزك يا أستاذ مشان الولد. ومن وين استنتجتي هذا الشيء؟ من حالتها وتصرفاتها، كل مرة بتفهم هالشيء. شوف أبوك هالمرة جدي كتير، ما دام لسه معك وقت تراجع عن هالشغلة. تعال يا ابني. لا صحة وهنا، أنا طالع. عمار ما بيصير هيك، يا فايت يا طالع، هدالك شوي. عندي شغل يا أمي. عمار، أمي طابخة فروج مع البطاطا. بالله؟ أوه، وقال أنا كنت طالع أتعشى برا، بدي أقلي اليومتين. عود وكل مثل العالم، حرام الواحد ياكل على الواقف. بابا ما انا رايح على عشاء. مع مين ولوين؟ مع وحده وانتو بتعرفوها منيح، فرح كروانجي اوغلو. ايوه دايمه خاطركن. مع السلامه يا ابني، الله معك. ليكو طلع
خليني خلص لك عليه. ما فينا، المكان هون مانو مناسب. ايه معلم، المكان مناسب، خلينا نقوسه. ولا حيوان، المكان المناسب هو يلي ما حدا بيشوفنا فيه. يلا نشوف يا كوسوفي، اطلع بسيارتك على محل فاضي. هربنا من المستشفى بهالحالة ولحقناك لهون، مو حرام ينعمل فيني هيك ولا؟ يلا ولا امشوا ورا. يلا شرفتي يا خانة. شكرا. اهلا وسهلا فرحانة. كيفك اليوم؟ شو ما جاي من بيك؟ لا هو مشغول. من زمان ما شفناه. طبعا لانه مشغول. اهلا وسهلا عمار بيك. والله الحشاء عم يتلاقوا، خزيتهم من العين. هالفرح خانون صايرة هالأيام ما عم تترك الكسوفي دقيقتين. شهدت معه وخلصته من السجن، والله أعلم شو كمان. كأنه عشقان الكسوفي معه. لا تبقى تبزي وانت بلا حيواني. في شي تاني يا خانو؟ لا شكرا. والاستاذ؟ شكرا. صحة وهنا. شو عم بيصير؟ عفوا ما فهمت. اللي صار قدام بيتنا لما جبت بكر. وليش ما سألتي أخوكي؟ ليك عمار، بكفي مراوغة، تركنا من أخي. أنا اللي قدامك وعم تحكي معي. وعلى مهلك، ليش نرفزتي؟ ماني منرفزة، عم حاول أعرف اللي عم بيصير. بس أنت ضربت رجال ورميته قدام بيتنا. رجال؟ ليكي أنا ما بضرب حدا بدون سبب، ماني مجنون. بعدين ليش لأعمل هيك؟ طيب أنا بدي أعرف سبب المشكلة إذا كان في سبب. هو هدد بنت العم حسين. الزلم اللي قتلوه دفنوه بجنينة بيتي. شو؟ فيك تفهمني شو قلت؟ واحدة ما لحدا، أبوها مات من كم يوم وهن مثل الكلاب راحوا على بيتها وهددوها. شو رأيك بالحقارة؟ شي ما بيتصدق. معقولة لهالدرجة؟ انبلى هذا اللي صار. لكن معقولة عمل هيك بدون سبب؟ بكر اللي عمله؟ شي ما بيتصدق. انت متأكد؟ مثل ما عم قلك، لو ما هيك. المهم هلأ بكر لصالح مين عم يعمل هالشي؟ انت حابة تسمعي؟ لا ما حنتفاهم. شو صار؟ ولا صعب تسمعي الحقيقة؟ عمار انت سويت ايمن عقدتك، بس بدك تنتقم منه. انت عايش بعالم تاني، عايش لتنتقم بس. عم حاول حط حد لهالصراع بينك وبينه، بس بهالحالة ما ضل شي نحكي فيه. ما بدك تتعشي؟ حطهم. يسلموا. شكرا. كلي لحقي حالك. Thank you.
شو عم تعمل؟ ولا شيء. أيمن شوف كم مرة بدي أشرح لك حبيبي، ليش ما عم تصدقني؟ أنا والله ما رحت لهنيك غير مشان يتركنا بحالنا. طيب نرمين، يمكن أنا بالغت شوي بانفعالي، بس المشكلة مو هي أصلا. شو؟ أيمن حاكيني بصراحة، إذا مشان العرس، إذا حاسس إنه هي مشكلتك الوحيدة مع العيلة. مو هي المشكلة نرمين، عيلتي ما بتهمني بشي، حتى الشغل والمصاري كمان بلتقالهم حل بسهولة. بس شوفي نرمين، أنا هجرت الدنيا كلها وبدي أسس حياة جديدة معك، إذا كنتي ما بتحبيني فأنا معناتها على شو عم راهن؟ أيمن طبعا بحبك. إذا لساتك ما قدرتي تشيلي من قلبك مشكلة. أيمن نرمين افهميني، الله يخليكي، أنا ما فيني نام جنبك على نفس السرير وأنت لساتك عم تفكري بواحد تاني. ما في رجال بيقبل بهذا الشيء. أيمن أنا ما عم فكر فيه، نسيته، صدقني أنا إلك بحبك. متأكدة؟ طبعا متأكدة، أنت إنسان منيح. إنسان منيح، ما إنسان منيح وبس. دايمة إجا وقت الجد هلا. وأنا عم بسمعك. موضوع الشراكة، نحن مفكرين إنه نبني على الأرض 100 فيلا، يعني بمسابح وجناين وحتى ملاعب خاصة، شي مبتكر وجديد. حلو كتير، وليش ما تبلشوا؟ هذا اللي بدي أقوله، إذا أنت عملت بنص الأرض شي تاني مختلف بخرب ستايل. يعني؟ يعني شوف، لا أيمن ولا أنت متحمسين لهالشغلة لأنه كرهكن لبعض عاميكن، بس الظاهر إنه ما في حل غير نتشارك بهالمشروع. والله بالنسبة إلي أنا الحل معروف، بطلع لي بأربع بنايات فيهم شي 50 شقة، بيعون وبحط هالمصاري بجيبتي. شوف عمار، ليش أنت هيك عم بتخانق عطول؟ أنا عم دور على طريق صلح. طيب أنا شو بدي يكون ربحي من الشراكة؟ يعني قديش حصتي؟ أكيد رح تاخد حقك حسب نسبة الأرض اللي بتملكها. يعني إذا كسبتوا 50 مليون أنا بكسب 5، مو؟ حقك الطبيعي، أرضك هيك بتساوي، لو مانك مشتريها كنا بنينا من زمان. ابنه هلا؟ أوف عمار، أنت عم تسلبها علي؟ ما فيك تبني شي تاني على الأرض. ليش بقى؟ قلتلك بيخرب ستايل. شو دخلني بستايل تبعكم؟ أنا بهالشكل ما بربح. طيب شو عم تفكر؟ شو الشراكة اللي مفكر فيها؟ ليك لقلك، أنا من هالمشروع بدي 51%. شو؟ 51؟ أكيد طار عقلك. هلا عم تحكي عن جد؟ أرض ب300,000 بدك تربح فيها 50 مليون؟ هذا مو شغل. إيه ما في مشكلة، وأنا ذاتا ماني مستعجل. هاي الحياة فرع خانم، مو دايما في عدل. طولوا هدول جوا، شو عم يحكوا يا ترى؟ ايه طيب شو بدنا نعمل؟ حتى نلاقي قبر يحرز بالكسوفي الحقير الواطي لازم نضل عم نرابه يا بدر. اللي قلته مو منطقي يا عمار، فكر كمان، احكي شي معقول. لا لا ما فهمت شو بدك. بدي تكون عاقل وعادل وناضج كمان. عن جد
كأني سمعتك هلا قلتي عدل. كروانجي أغلو وعدل إمتى اجتمعتوا؟ ما بظن إنه رح يتغير شيء، بس على كل اللي أفكر. وأنا رح أحكي مع أيمن، مهمتي مو سهلة وفي واحد عنيد كمان بالبيت. أنتوا اتنين عم تتنافسوا بالعشق وأنا لازم أتحمل النتائج. بالتوفيق، الله معك. بشوفك. يلا اطلع، امشي بسرعة أكبر ولا يلا بسرعة.